عندك ضغط مرتفع، جسمك وايد يحبس سوائل، عندك مشاكل بالامعاء، كوليسترول عالي، دهون على الكبد، الله يخليك والله يخليك. مشروب الكركديه لازم يكون ببيتك، الله يخليك. خليني اقول لك شغله، ركز معي. كلنا سافرنا بالطياره صح؟ اول ما ننزل الفندق يكون فندق راقي، شو يحط لك؟ يحط لك مشروب احمر عشان اول ما تيجي تشربه. شنو هذا؟ هذا كركديه. زين ايش معنى يستقبلون فيه نزلاء الضيوف؟ عشان ينزل الضغط. اها، لان انت راد من طياره وراسك طاق فوق والجنطه طايحه على عينك وعلى ريلك، فضغطك مرتفع ومن ضغط الجو، فمن مجرد ما تشربه الكورتيزول ينزل والضغط ينزل. الكركديه يا جماعه. انزين نشربه حار ولا بارد؟ ابى اعرف اللي يشربه حار. يعني انت تشرب عرق، انت شنو اني شنو اني شنو في نيس جاتشين قار؟ ما حد يشربه حار. لا هذا فوايد لا 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 حد يقص عليك حار، بس قاعد يحرق لسانك. شربه وهو بارد، وهو حالاته كذي. ولكن معلومه جدا مهمه، الاشخاص اللي ياخذون ادويه الضغط انصحك ما تشربه او استشير دكتورك. ليش؟ لانه مدر، اكثر ادويه الضغط مدر للبول، وهذا مدر يا جماعه. قلت لكم يحبس سوائل بالجسم، كسر السوائل كلها يطلعها الكوليسترول، و95% يعزز الامعاء من سرطان القولون يا جماعه. هذا الكركديه خله بحياتك، مو خسران شيء. واذا عصبت وتنرفزت شو تقول؟ مو شاي ليمون، عطني واحد كركديه بارد حار، لا تسبح فيه احسن.